أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه متابعة إخبارية تحليلية جديدة حول سير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظات. متابعتنا هذه الساعة نناقش فيها بشيء من التفصيل وبشكل رئيسي، نتحدث عن الأحزاب وعن دور الأحزاب في الانتخابات، ومن أهم وأبرز هذه الأدوار هو الحث والتشجيع على المشاركة. معي ومعكم في هذه الفترة الإخبارية والتحليلية ضيفتي الكريمة الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. دكتورة غادة مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بك أستاذة أمل، أشكرك على تلبية الدعوة، منورانا ومشرفانا. نبدأ مع حضرتك ومع السادة المشاهدين حوارنا وحديثنا عن سير العملية الانتخابية وأهم وأبرز ملاحظات حضرتك وتقييمك حتى هذه الساعة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم معنا من جديد مشاهدينا الكرام. شهدت اللجان الانتخابية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية إقبالا كثيفا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ومن أمام اللجان الانتخابية تصدر المواطنون بمختلف الأعمار المشهد، حيث اصطفوا في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية رافعين الأعلام ومرددين الأغاني الوطنية. نتابع سويا في هذه الدقائق المعدودة هذا التقرير التالي. كعادتها دائما ما تتخذ الاستحقاقات الدستورية في مصر طابعا كرنفاليا ويغلب عليها الجو الاحتفالي. ألوان أعلام مصر دائما ما تكسو اللجان ويحرص المواطنون على اقتنائها. موسم متجدد مع كل انتخابات يؤكد فيه الناخبون حبهم لوطنهم وانتماءهم له. ومع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، حرص المواطنون بالمحافظات المختلفة الشمال والجنوب الشرق والغرب على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم. فعلى اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط مظاهر البهجة والفرح للمواطنين للعرس الانتخابي. أعمال التصويت في لجان الانتخابات بدأت منذ 9 صباحا وحرصت فئات المحافظة كافة على المشاركة، أمر فسر الازدحام الكبير على المقار الانتخابية. محافظة السويس انتظمت فيها عملية الاقتراع ب 61 لجنة فرعية منذ 9 صباحا وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الشرطة والمرور للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وذلك بمقار اللجان الانتخابية. محافظ السويس أكد على رؤساء الأحياء بضرورة المرور المستمر على اللجان ومراجعة كافة المرافق والخدمات داخل مقار اللجان والمراكز الانتخابية بالمدارس. وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء إقبالا كبيرا من الناخبين، حيث امتدت طوابير المواطنين أمام اللجان لمسافات كبيرة، ما يؤكد وعي المواطن السيناوي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حقا دستوريا لكل مواطن. محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أكد أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أي مشكلة في الحال. ويصل عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة نحو 299 ألف ناخب. لجان الانتخابات بمحافظة البحر الأحمر ميزها الإقبال الكثيف من جانب شباب العائلات والقبائل بالمنطقة للإدلاء بأصواتهم في الماراثون الرئاسي واختيار رئيسهم القادم في فترة رئاسية جديدة تمتد ل6 سنوات، حيث حرصت المحافظة على توفير كل سبل الراحة أمام الناخبين بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. انتخابات رئاسية تمتد على مدار 3 أيام يثبت فيها المصريون وعيهم السياسي وحرصهم على المشاركة في صنع مستقبل وطنهم. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.
أجدد التحية لحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفتي الكريمة في هذه المتابعة الإخبارية التحليلية المفصلة عن سير العملية الانتخابية حتى هذه الساعة مع ضيفتي الكريمة دكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. لك التحية من جديد دكتورة غادة. رصد حضرتك لليوم الأول لسير العملية الانتخابية والمتبقي قليل لحين إغلاق صناديق الاقتراع، إيه أهم وأبرز ملاحظاتك؟ طبعا يعني منذ الساعات الأولى قبل حتى بدء الساعة المحددة للانتخاب، هي كانت 9 صباحا، احنا لاحظنا ان المواطنين بيتوافدوا على اللجان الانتخابية، وده في حد ذاته كان شيء مبهج في بداية اليوم، ورسائل اطمئنان ان المواطن المصري والشعب المصري كله ليه وعي، عنده وعي كبير انه هيشارك في العمليه الانتخابيه، يعني هو تسابق على تواجده في اللجان. وطبعا احنا شفنا ده على مدار اليوم بحشود كبيره وطوفان من الشعب المصري على لجان الانتخابات في جميع المحافظات المصريه، سواء الحدوديه منها او الجنوبيه او الشماليه. الحقيقه كل محافظات مصر النهارده كانت بتشارك بشكل مشرف جدا، ده طبعا صدر للعالم مشهد عرس زي ما كنا بنتمنى ان يكون عرس انتخابي، بالفعل هو عرس انتخابي شاركت فيه المرأة المصرية، حتى كانت المرأة بتذهب بأطفالها، الشباب، الرجال، الشيوخ، تحدي الإعاقة. الحقيقة شفنا نماذج كتيرة جدا مختلفة على مختلف الانتماءات، وسواء تواجد الأحزاب المختلفة أو مؤسسات المجتمع المدني، لكن في النهاية كل الشعب المصري النهاردة كان متفق أن هو بيتضامن مع استمرار الدولة المصرية بقوة، مع ركيزة الدولة المصرية، مع نجاح الانتخابات الرئاسية، وده كان شيء مهم جدا، وده كان العامل الأساسي اللي بتمشي عليه كل المؤسسات في الفترة اللي فاتت لتوعية المواطن المصري انه يشارك، والحمد لله التوعية جابت نتيجة كويسة. طب فيما يتعلق بهذه التوعية، وهي حقيقة مسؤولية بتقع على عاتق وكاهل الجميع والجهات المعنية بطبيعة الأحوال، واحنا بنتكلم على الأحزاب السياسية ودورها في الحث والتشجيع على المشاركة الفعالة الإيجابية في هذه الانتخابات، لأنه المشاركة هي لمصر في المقام الأول. هناك فريق يرى أن الأحزاب السياسية كان لها دور كبير جدا ومهم على أرض الواقع في تشجيع المواطنين المصريين على النزول والمشاركة، والبعض الآخر يرى أن الشعب المصري يعني ربما ليس فكرة التخطي لهذه الأحزاب، ولكن عنده من الوعي والإدراك ما يكفي وما يدفعه للنزول والمشاركة، سواء من خلال حزب سياسي لو له مرجعية حزبية أو لو في الإطار القاعدة الشعبية الجماهيرية البسيطة اللي لا تنتمي لمرجعية سياسية محددة أو معينة. طيب هو في البداية أستاذ أمل إحنا بنتكلم على الانتخابات فيها تعددية للمرشحين للرئاسة، ومنهم ضمنهم هم 4 مرشحين طبعا، من ضمنهم 3 بيرأسوا لأحزاب سياسية. تمام. يبقى إحنا كده بنتكلم عن انتخابات الرئاسية في المقام الأول، هي بتتصدر المشهد للحزب السياسي، إن هو كل رئيس حزب من الثلاثة مترشحين طبعا بخلاف رقم 1 ومرشح عبد الفتاح السيسي، لكن الثلاثة التانيين بيرأسوا أحزاب سياسية، ده في حد ذاته بيصدر المشهد الحزبي في مصر إن في زخم وفي ائتلاف ما بين الاحزاب السياسيه ان هي تكون متواجده في المشهد السياسي بقوه. بالنسبه للحشد والتوعيه، لا، الحزب السياسي كان عليه دور قوي جدا، مش هنقول هو المؤثر الوحيد، احنا عندنا مؤسسات كتير اشتغلت على التوعيه على الشعب المصري في الفتره اللي فاتت، من ضمنها او من اهمها كان الحزب السياسي، لان الحزب السياسي من دوره انه يشجع المواطن المصري او على الاقل المجاميع المنتميه او اللي لديها عضويه او اشتراك داخل الحزب ان يكون لها مشاركه حزبيه وسياسيه على ارض الواقع. طبعا في منها احزاب بترشح مرشحها الرئاسي واحزاب اخرى بترشح المرشح المستقل. في كل الاحوال احنا شاهدنا في الفتره اللي فاتت زخم كبير جدا من الاحزاب السياسيه، سواء على مدار منذ بدايه اعلان فتره يعني الاعلان عن المرشحين الرئاسيين، احنا شاهدنا في الايام اللي فاتت كان في زخم كبير جدا من المؤتمرات، من الندوات، كان بتظهر يعني بمظهر حاشد جدا لكل جموع المنتمين للاحزاب، حتى كان بيستضيف كل حزب عدد كبير من الشخصيات العامه، من الشخصيات المؤثره في المجتمع، اكيد كل ده بالتبعيه كان ليه تاثير على وعي المواطن المصري في المشاركه، بجانب ان في مؤسسات اخرى، عندنا مؤسسات المجتمع المدني، عندنا النقابات، عندنا يعني جميع المؤسسات في الدوله المصريه كانت بتنشر الوعي ما بين
مواطنيها او ما بين قوطنيها ان هي تشارك في الاحزاب في الانتخابات الرئاسيه. فبالتالي كان المشهد زي ما شفناه النهارده. الخلاف بقى او الخلفيه الاكبر ان مع التحديات اللي واجهت الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت والأزمات الكبيرة اللي واجهت مصر، احنا كنا بس من قبل شهرين كنا بنتحدث عن أزمات اقتصادية، عن مشاكل اجتماعية، عن ان احنا مش عارفين نحقق رفاهية، لكن دلوقتي المواطن المصري البسيط استشعر ان لازم يقف بجانب الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على ركيزة الدولة المصرية مع شعوره بخطورة التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. يبقى احنا دلوقتي عندنا عدة عوامل أدت إلى أن يكون هناك حشود كبيرة لتواجد المواطن المصري أمام اللجان الانتخابية وأن يضرب صوته في صناديق الاقتراع. كل هذه العوامل أي نعم هي إيجابية، لكن في نفس الوقت بتضع أمام المرشح الذي سيفوز في الانتخابات القادمة تحديات كبيرة، آمال وطموحات كبيرة للشعب المصري. صح. عليه أن يكون. خلينا دكتورة غدا نتوقف عند التحديات التي تنتظر رئيس مصر القادم على الصعيد الخارجي على وجه الخصوص، ما حدث في غزة من تطورات ويعني ما عقبت أحداث 7 أكتوبر واتباع إسرائيل لسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي والسباحة الأرض والأرض واليابس والأخضر وفكرة محاولة يعني تسويق القضية فيما يتعرض بالتهجير القسري لسيناء. كل هذه الأمور أيضا نتحدث عن البوابة الغربية في ليبيا، عن البوابة الجنوبية السودان. يعني مصر محاطة بمنطقة يعني للأسف في صراعات، في حروب، في أزمات، في مشاكل. إذا ما هو المنتظر من رئيس مصر القادم في ظل هذا التحدي الكبير؟ يعني يد تبني ويد تحمل السلاح. نحن نتحدث عن أكثر من تحدي مرتبط بالأمن والاستقرار الداخلي والأمن والاستقرار على الحدود الخارجية، بالإضافة إلى الملفات على الصعيد الداخلي بطبيعة الأحوال. طيب احنا خلينا متفقين ان مصر من يعني منذ عام 2014 وهي بتواجه تحديات كبيره جدا في الحقيقه، وهي مستمره في التنميه وفي محاربه الارهاب وفي تحقيق استراتيجيه التنميه المستدامه 2030 وفي تحقيق طموحات الشعب المصري، لكن برؤيه مختلفه بالجمهوريه الجديده. يعني نحن الان بنتحدث في جمهوريه جديده لها اتجاهات و النظر الى مستقبل افضل لكل مواطن مصري. تم تغيير كل شيء في الدوله المصريه من اجل الافضل، يعني بنيه تحتيه قويه، اقامه مشاريع ضخمه، استثمارات قويه، جذب استثمارات من الخارج. اصبحت الدوله المصريه لها اتجاه مختلف ومغاير عن العقود الطويله اللي شهدنا فيها جمود تام في الدوله المصريه. بالنسبه للامن القومي المصري، احنا بنتكلم عن الدوله المصريه. الدوله المصريه اثبتت انها دوله قويه، دوله لها رياده ولها رؤيه ولها كلمه، وبيستمع العالم باكمله الى الكلمه والى القياده السياسيه المصريه، واثبتت ذلك القياده السياسيه المصريه ليس فقط في قضيه غزه. احنا دلوقتي بنتكلم عن قضيه غزه لان هي القضيه الاقرب الينا، هي على محك من الدوله المصريه. نحن نتحدث عن رفح وغزه، فالمسافه صحيح. قريبه جدا. لكن بالنسبه للامن القومي المصري، القياده السياسيه المصريه واجهت تحديات كبيره جدا في السنين اللي فاتت بتخص الامن القومي المصري، وقدرت ان هي تحقق ثبوت وركيزه للدوله المصريه بتثبت انها دوله قويه. نحن نتحدث عن مشاكل قائمه بالفعل في ليبيا، في السودان، عن تدخلات غربيه كبيره حاولت ان تتدخل الى هذه الدول التي هي صحيح. على محك من الحدود للدوله المصريه، وكانت للقياده السياسيه المصريه كلمه بان الامن القومي المصري خط احمر، والان تتحدث بنفس الطريقه بان الامن القومي المصري خط احمر، فتمارس هذه الدبلوماسيه. وعلى فكره الدوله المصريه اثبتت امام العالم كله انها قدرت تحافظ على حاجتين في منتهى الصعوبه، الحفاظ على الدبلوماسيه المصريه القويه مع كل دول العالم، وانها تقف على مسافه واحده من جميع الازمات لا تتدخل في شان الاخرين، وفي نفس الوقت لم تسمح ابدا بان تتدخل اي دوله اخرى داخل الشؤون الداخليه او أن تتدخل في الأمن القومي المصري. فبذلك القيادة السياسية المصرية قدرت تحقق ده بالفعل. المواطن المصري استشعر ده للأسف يعني بقوة في قضية غزة، لكن هو كان موجود بالفعل. ربما تكون قد أتت هذه القضية لكي يشعر المواطن المصري قد إيه القيادة السياسية المصرية لديها وعي كافي بحماية هذه الدولة واستراتيجيتها وقوميتها ومؤسساتها، وعلشان كده المواطن برضو نزل بقوة في الانتخابات وقدر تعب وجهد القيادة السياسية المصرية وعايز يحافظ على الدولة المصرية. تلاحم الشعب المصري العظيم ووقوفه على قلب
رجل واحد ويعني تماسك الجبهة الداخلية، كل هذه الأمور وكل هذه المعطيات لأي مدى يعني بتسهم بشكل أو بآخر أو تستطيع من خلالها تدليل أي عقبات أو أي عراقيل يعني وحدة الصف المصري لمواجهة أي مؤامرات تحاك بمصر؟ يعني نحن تابعنا بطبيعة الأحوال المؤامرات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية ومحاولة تفتتها وتفككها إلى دويلات صغيرة متناحرة ومتصارعة. يعني تماسك الشعب المصري على قلب رجل واحد ليه دور مهم جدا جدا في تدليل أي عقبات نستطيع من خلال وحدة الصف أن نتحدى التحدي ونتحدى الصعاب ونتحدى المستحيل. في الحقيقة أستاذة أمل، يعني اتحاد أو توحد الشعب المصري وتضافره جنبا إلى جنب ده من أهم العوامل اللي بتؤدي إلى الحفاظ على الدولة المصرية. إحنا لو نتكلم على كلمة دولة، الدولة بتتكون من ثلاث حاجات: الشعب والإقليم والقيادة أو السلطة. الشعب المصري النهاردة أثبت للعالم أنه شعب لا يقهر، ولا أحد يستطيع أن يراهن على قوة وثبات الشعب المصري، على وعي الشعب المصري. وجود الشعب المصري النهاردة في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل، هو بيقول أن الدولة المصرية هي رقم واحد. وده دايما على فكرة بيتحدث فيه سيادة الرئيس والقيادة السياسية المصرية، دائما بيشاوروا أن طالما الجبهة الداخلية آمنة ومتماسكة فإحنا في أمان. ودي الحقيقة، لأن إحنا بنصدر للعالم مشهد أن إحنا ما عندناش خلافات، ما عندناش فصائل، ما عندناش يعني أي طبعا ملتزمين الحيادية في ظل وجود يعني في هذه الانتخابات والمنافسة بين أربعة مرشحين. نحن نتحدث عن الرؤية المصرية في نحن المطلق. نتحدث عن مؤسسات دولة المصرية، دولة مؤسسات صحيح. دولة لها نظام سياسي. نحن نتحدث عن النظام السياسي المصري والدبلوماسية المصرية الخارجية. نحن نتحدث عن قيادة سياسية على مر سنوات طويلة صحيح. قدرت تحافظ على الدولة المصرية رغم كل هذه التحديات. احنا بنقول ان الشعب المصري طول الوقت هو متضافر، وفي كل الازمات بيثبت ده، والقياده السياسيه بتقدر ده للشعب المصري ودايما بتشيد بجهوده. احنا بنتكلم على ان الركائز الاساسيه للدوله هي الشعب، والشعب النهارده صدر للعالم ان هو متماسك ويد واحده ويقف خلف الدوله المصريه بمؤسساتها بدستورها بقوانينها، وهي ملحمه تاريخيه الحقيقه النهارده. ولسه هنستنى كمان اليومين الجايين باذن الله. بنتحدث عن المكون الثاني للدوله، وهي الاقليم او الارض، وارض الدوله المصريه هي مؤمنه بفضل الله طبعا، وبفضل القيادة السياسية الحكيمة اللي قدرت تحافظ على حدود الأمن القومي المصري والأرض المصرية، يعني لم يحدث فيها تغيير لا إضافة ولا نقصان. والقيادة السياسية المصرية الثابتة، وهي أن الدولة المصرية دولة لها نظام سياسي ثابت وله ركيزة، ودولة مؤسسات ودولة قانون، وعلشان كده الدولة المصرية ستظل قوية ولها ركيزة أمام العالم كله. وده يمكن يعني بيتفق وبيتسق بشكل كبير مع العقيدة المصرية. يعني لو تكلمنا على التعاطي والتعامل مع الأزمات والملفات والقضايا المختلفة، مش بس على الصعيد المحلي، على الصعيد الإقليمي والعربي وعلى الصعيد الدولي، الرؤية المصرية والاستراتيجية المصرية في الحفاظ على الأوطان وفي الحفاظ على تماسك الأوطان والحفاظ على الشعوب العربية من الشتات ومن التشرذم، يعني كل هذه الأمور مصر تتعاطى بها بشكل كبير جدا من خلال ثوابت محددة في السياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية. طبعا السياسة المصرية الخارجية أو السياسة الخارجية المصرية لها ثوابت لن تتخطاها أبدا ولن تتنازل عنها، وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح للآخرين بالتدخل في الشؤون المصرية. وفي نفس الوقت بتسعى دائما الدولة المصرية إلى السلام، السلام الدائم بين الشعوب، السلام الدائم بين مصر والدول الأخرى. بتقوم دائما الدولة المصرية بعمل دور ريادي، وزي ما بنقول كده هي رمانة الميزان في الوطن العربي والشرق الأوسط، بل هي البوابة الأولى لإفريقيا. فثوابت الدولة المصرية جعلت كل الأمور على التوازن تام بين كل الدول. استطاعت الدولة المصرية أن تتدخل في عديد من الأزمات للدول العربية، لو هنتكلم عن أزمة السودان، أزمة ليبيا، أزمة فلسطين، يعني العديد من الأزمات الحقيقة تدخلت فيها القيادة السياسية المصرية من أجل أن يكون هناك سلم وأمن لهذه الدول، وطالبت المجتمع الدولي أن ينظر إلى هذه المجتمعات بعين القانون الإنساني وبعين أن تنتهي كل هذه الانتهاكات في هذه الدول من أجل حماية الأمن القومي.
لهذه الدول وايضا بالتبعيه حمايه الامن القومي المصري. طيب واحنا بنتكلم على دور الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدني، كمان مهم ان احنا نتكلم على دور المجلس القومي للمراه، ويمكن اكثر من 2000 متابع في مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه انطلقوا من المجلس القومي للمراه لمتابعه سير العمليه الانتخابيه. نتابع بشكل سريع هذا الحوار التالي مع الزميل عمر حمزه. 2000 متابعا انطلقوا من المجلس القومي للمراه الى محافظات مصر كافه لمتابعه دره الاستحقاقات الدستوريه الانتخابات الرئاسيه مصر 2024. المجلس القومي للمراه اقام غرفه عمليات لمتابعه هذا الاستحقاق الدستوري، وللمزيد من المتابعه تنضم الينا على الهواء مباشره السيده إديس محمود رئيس الاداره المركزيه للتدريب والتنميه. استاذه إديس اهلا بحضرتك معنا على شاشه قناه النيل الاخبار. اهلا وسهلا. يعني منذ 9 صباحا واكيد بتتابعوا العمليه الانتخابيه في كافه محافظات مصر، ولكن يعني دعيني اسال في البدايه كيف تعمل غرفه العمليات هنا في المجلس القومي للمراه؟ بدايه احنا بنشتغل مش من 9 صباحا، احنا بنشتغل من الساعه 8 صباحا، لانه احنا شفنا انه السيدات المصريات عندهم حرص ان هم ينزلوا بدري ويقفوا قدام اللجان زي ما عودونا في المرات اللي قبل كده. احنا بنعمل دلوقتي حضرتك في غرفه عمليات الميدانيه، احنا عندنا زي ما حضرتك ذكرت عندنا 2000 متابع على الارض، الزمايل اللي ورايا دول بيكلموهم طول الوقت، عندنا كمان نقل فوري بتقنيه زوم على 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 الشاشات، بنشوف بعنينا اللجان توافد السيدات، بنشوف لو في اي يعني تكدس او في سيدات مثلا مش عارفين يوصلوا للجنه بنساعد في كل ده علشان نوصل السيدات جميعا لمقر اللجان بأمن وسلام يقدروا يعملوا عملية التصويت وهم مرتاحين ومبسوطين. طيب دكتورة إديس، يعني هل هناك اتصال مباشر بالهيئة الوطنية للانتخابات؟ حقيقي احنا على مش بس الهيئة الوطنية للانتخابات، على اعتبار ان هي اكبر غرفة عمليات في جمهورية مصر العربية، عندنا كمان تواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، في تواصل مستمر، بيجي لنا ملاحظات على الارض من المتابعين بتوعنا، على طول بنتواصل مع الهيئة والغرف التانية بتتحل مباشرة. كمان عندنا في فروعنا في المحافظات في غرف عمليات مصغرة تكون مرتبطة بشكل أساسي مع غرفة عمليات المحافظة علشان حل المشكلات أو لو عندهم أي ملاحظات أو أي حاجة يقدروا يثبتوها على الأرض ويحلوها ويسهلوا المهمة للمواطنين للتصويت سيدات ورجال. على ذكر ملاحظات، هل هناك أي ملاحظات يعني منذ 8 صباحا وأنتم تعملون، هل رصدتم أي ملاحظات يمكن أن يعني تدلي بيها لنا؟ الحقيقه الملاحظه الوحيده التكدس الكبير قدام اللجان، الناس كانت حريصه انها تنزل في اول دقائق علشان يعملوا عمليه التصويت، فكان يعني في البدايه كان في تكدس كبير جدا جدا، بعض الناس اضطرت انها تنتظر وقت طويل، وده انا في وجهه نظري دي ملاحظه ايجابيه بتاكد فكره ان المواطن المصري والمواطنه المصريه في ظهر دولتها دايما إن شاء الله. بكل تأكيد أخيرا رسالة لحضرتك تحبي توجهيها لكل سيدات مصر. رسالتي في لكل سيدات مصر، انت بتكملي مسيرتك اللي انت بدات فيها في مسانده دولتك المصريه، عارفين ان الظروف صعبه، عارفين انه اللي حوالينا كل الدول اللي حوالينا فيها مشاكل، ولكن هتظل مصر هي الدوله الامنه اللي بيلجا ليها كل الناس. ازاي بتبقى دوله امنه؟ من خلال ان احنا نشارك، ان احنا ننزل، ان احنا نثبت للعالم ان احنا في ظهر دولتنا، ونقول للعالم الثاني العالم الاخر كله المصريين والمصريات اهم. السيدة إديس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، أشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على تواجدك معنا على شاشة قناة النيل أخبار، وبالتوفيق إن شاء الله. أشكرك. أعزائي المشاهدين، يعني هذه كانت جولتنا في غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، وسنوفيكم بالجديد أولا بأول. شكرا لكم زملائي في الاستوديو.
أجدد لحضراتكم التحية من جديد مشاهدين الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفتي الكريمة في استوديو النيل في هذه المتابعة الإخبارية التحليلية المفصلة، دكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. لك التحية من جديد دكتورة غادة. وحنا بنتكلم عن المرأة والمجلس القومي للمرأة، ودايما الحقيقة المرأة المصرية بتتصدر المشهد الانتخابي وبتتصدر كل الاستحقاقات الدستورية المختلفة، ومش بس كده، مش بتكتفي بده بس، لا حقيقة هي كمان بتبقى حريصة ان هي تصطحب افراد الاسرة والاطفال. قد ايه ده له دور مهم في غرس القيم والولاء والانتماء لبلدنا الحبيبة مصر؟ طبعا المرأة المصرية نقدر نقول ان هي تصدرت المشهد السياسي عامة منذ ثورة 30 يونيو. المرأة المصرية اصبح لها دور ريادي في جميع الاستحقاقات اللي بتكون واجبة المشاركة من جانب المواطن المصري، بتتصدر دائما المرأة المصرية المشهد. طبعا تواجدها النهاردة زي ما حضرتك قلتي بتروح بتصطحب معها اطفالها واسرتها في شكل مبهج جدا، كأنها احتفالية، كأنه عيد. فالحقيقة بتدي او بتصفي على اليوم الانتخابي فعلا كلمة العرس اللي احنا بنطلقها على المشهد الانتخابي. طبعا المجلس القومي للمرأة لازم ان احنا نقول ونديله حقه ان هو فعلا عليه او كان ليه دور قوي في الفترة اللي فاتت، عقد الكثير من المؤتمرات من اجل توعية المرأة المصرية ان هي تشارك في الانتخابات الرئاسية. والحقيقة هو بيساهم برضو بالمشاركة في العديد من الامور الاجتماعية ودعم المرأة، وده في حد ذاته ايضا يعني المرأة بتأخذ حقوقها من خلال الدستور المصري الذي تم تعديله، وتم تعديل مادة في الدستور من اجل حقوق المرأة السياسية. اصبح هناك تمكين سياسي واقتصادي ومجتمعي للمرأة المصرية. صحيح، هي مكتسبات عدة حصلت عليها المرأة المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هننتقل دلوقتي سريعا لمراسلة النيل امل صبري. امل، يعني ماذا عن الاجواء العامة لديك حتى الان، وهو يعني بدأ العد التنازلي لغلق صناديق الاقتراع في اليوم الاول من انتخابات الرئاسة المصرية؟ التحية لك يا أمل ولكل مشاهدينا الكرام. يمكن من خلال متابعتنا لليوم الأول للانتخابات الرئاسية، هذا الحدث المهم اللي بتشهده جمهورية مصر العربية، وقبيل انتهاء اليوم الأول بتشهد لجنة المعهد الفني بمنطقة أو بشارع الجلاء بمحافظة القاهرة، بتشهد إقبالا جماهيريا كثيفا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم واختيار وتحديد رئيسهم المقبل و اختيار مستقبلهم وصناعة مستقبل بلدهم. يعني أنا الآن أتحدث من داخل اللجنة رقم 9، وبيسعدني أن يكون معي سيادة المستشار عبد الواحد صبيح رئيس اللجنة. سيادة المستشار بنرحب بحضرتك. أهلا بك. يعني عايزة حضرتك تكلمني عن تقييمك ورؤيتك لليوم الأول من هذا العرس الانتخابي، خصوصا مع الإقبال الكثيف من قبل الناخبين. بدأت إجراء الاقتراع اليوم على الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة 9 من صباح اليوم، وسط إقبال كثيف من جمهور الشعب المصري، وفي تعليمات بدخول كبار السن ذوي الاحتياجات المكفوفين، يعني ليهم الأولوية في الدخول، وبيخش الناخب بنتحقق من شخصيته الأول، بعد كده لو عارف رقمه في الكشف بيقوم بالتوقيع أمام اسمه، بعد كده بياخد ورقة الاقتراع وبيختار المرشح اللي هو عايزه ويحط الورقة في الصندوق، وبعد كده بيكون بوضع يده في الحبر الفسفوري. اللي مش عارف رقم الكشف بتاعه احنا بندور على اسمه في الكشف، وفي يعني سيولة في او مرونة في موضوع الانتخابات. يعني بالفعل، واحنا تابعنا ده خلال متابعتنا للعملية الانتخابية على مدار اليوم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. العفو العفو العفو. يعني زي ما تابعنا من خلال رصدنا لسير العملية الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، بالفعل كان هناك تنظيم كبير من قبل كافة الجهات المعنية بهذا العرس الانتخابي. التجديدات الأمنية كانت مكثفة منذ الصباح الباكر لتأمين العملية الانتخابية والمقار الانتخابية وأيضا لحماية الناخبين.
يعني وما زلنا يعني ننتظر يمكن ساعة أو أكثر على غلق اليوم الأول من هذا العرس الانتخابي. أشكرك جزيل الشكر أمل صبري مراسلة النيل، وننتقل سريعا إلى مراسل النيل من المنصورة محمود العزالي. محمود بعد التحية، ماذا عن الأجواء العامة لديك حتى الآن، وخاصة أنه بدأ العد التنازلي لغلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية؟ ماذا عن الإقبال والمشاركة بشكل مبدئي، الإرشادات التي يعني تم مساعدة ومعاونة الناخبين فيها من صور إضاحية أو كشوف لمساعدة ودعم الناخب في الإدلاء بصوته بسهولة ويسر؟ بالفعل أمل، ساعة أقل من ساعة ونصف تقريبا تفصلنا عن نهاية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها أربعة مرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية للفترة الرئاسية المقبلة من العام 2024 إلى العام 2030. الفترة الأولى من اليوم بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر كانت في الساعات الأولى إقبال كبير من الناخبين الذين توافدوا على اللجان الانتخابية قبل الساعة 9 وربما من الساعة 8 صباحا، وكانت هناك مساعدات كثيرة وكبيرة من جموع الذين يتعاونون هنا مع الناخبين للوصول إلى اللجان الانتخابية من الأحزاب المختلفة، من المتطوعين، من شباب الجامعات، من أكثر من مجموعة تساعد الناخبين للوصول إلى لجانهم الانتخابية بكل يسر وسهولة. بعد ذلك كما تعلمين بأننا في يوم عمل بعد حوالي الساعة 12 بدأ الإقبال يقل شيئا فشيئا، ثم عاد مرة أخرى بعد الثالثة، عفوا بعد الرابعة، لأننا في ما بين الثالثة والرابعة هذه فترة راحة للسادة القضاة ليتجمع عدد كبير في تلك الفترة للانتخاب لإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. قل بعد ذلك بفترة قليلا، ولكن الآن في الساعات الأخيرة منذ السادسة زاد الإقبال، وكما تشاهدون في هذه الصورة، صورة لا تكذب ولا تتجمل ولا نصنعها، ولكن هؤلاء الناخبون قادموا للإدلاء بأصواتهم. كما تشاهدون معظمهم في هذه الفترة من الشباب، كانت هناك عينات مختلفة من الناخبين قادموا للتصويت للإدلاء بأصواتهم في اللجنة، لجنة مدرسة ابن لقمان التي تحتوي، وهذا مقر الانتخابي يحتوي على ثلاثة لجان، لجنة المغتربين ولجنتين لجنتين أخريين. كما تشاهدون في الصورة الشباب يتوافدون إلى اللجان الانتخابية، الكبار، الصغار، السيدات، الرجال، هناك اختلاف في الأعمار لمن يفد إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته. هناك صور مشرفة على مدار اليوم، الإقبال في حد ذاته من الناخبين يعتبر شيء مشرف، لأن الناخب هو من يصنع الحدث، هو من يصنع للانتخابات شكل وطعم ولون. وكان الناخب عند حسن الظن في اليوم الأول الذي شهدنا فيه تقريبا مستوى متوسطا وزيادة في بعض الأوقات كثيرا جدا وإقبالا كما تشاهدون في الصورة في الساعات الأخيرة، لأن الكل يحرص على الإدلاء بصوته. كان هناك مناشدة ونداء من المحافظ دكتور أيمن مختار للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وكان هناك تنسيقا مع الأوقاف والداخلية والتنمية المحلية والشباب والرياضة والوزارات المختلفة، لكل في موقع لينادي وبالمشاركة في هذه الانتخابات، لأن هذه اللحظة التي ينتظرها الناس من أجل الرئيس الذي سيعتلي مقاليد الحكم في الفترة المقبلة بإذن الله. قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الصباح تيسيرات كثيرة للناخبين، من بينها أنه يوجد تندات لحمايتهم من الأمطار أو من حرارة الشمس وانتظار كبار السن، لأن كما قلت لك في البداية بأن الصباح الباكر وفترة ما بعد العصر كان هناك انتظار كثير وكثير من المواطنين، أيضا لكبار السن كانت هناك تيسيرات خاصة لمن لا يستطيع الحركة بسهولة، كان هناك أو يوجد ما زال مقاعد أو كراسي متحركة عفوا
بالنسبة لفاقدي السمع أو من يسمع بصوت يسمع سمعه ضعيف، هناك إرشادات مكتوبة على جدران ومداخل اللجان الانتخابية لكي يعرف لجنته وكي يصل إليها بسهولة. أشكرك جزيل الشكر محمود العزالي من المنصورة متابعة لسير العملية الانتخابية. دكتورة غادة، يمكن رصدنا من خلال هذه الصورة وكما ذكر زميل العزيز محمود العزالي بأن الصورة لا تكذب ولا تتجمل، وكما تعلمنا أيضا في كليات الإعلام بأن الصورة بألف كلمة. حقيقة هي مهمة الهيئة العليا للانتخابات أن تحدد بالأرقام وترصد بالأرقام عدد المشاركين والمصوتين والناخبين في هذه الانتخابات، وليس دور وسائل الإعلام أن تتحدث عن نسب الإقبال أو المشاركة، ولكن نحن نتحدث فيما نراه من يعني الصورة التي ننقلها نحن وتتناقلها أيضا وسائل الإعلام المختلفة. طبعا طبعا يا أستاذ عمل، هي الصورة مشرفة جدا وبتصدر المشهد للعالم كله أن الشعب المصري كله بيتضامن ومتكاتف وحابب أن هو يشارك في الانتخابات الرئاسية لوعيه الشديد بأهمية هذه الانتخابات ولاستمرارية مسيرة الديمقراطية والتنمية التي بتعمل عليها جاهدة الدولة المصرية. فالحقيقة فعلا الصورة مشرفة جدا، التوافد للمصريين يعني في كل مكان في مصر بطريقة مشرفة جدا. جايز كمان احنا شفنا طول النهار المحافظات الحدودية كان تواجدها بشيء مشرف جدا. الحقيقة كمان ان توافر المقار واللجان الانتخابية في اماكن كثيرة جدا ده بيسهل على المواطن ان هو يدلي بصوته. يعني انا اعرف ان في اماكن كتير حتى اماكن للعمل انشئ فيها مقرات ولجان انتخابية عشان تسهل على الموظفين في هذه الاماكن يعني ان يدلوا باصواتهم. توفير لجان للوافدين، توفير لجان لذوي الهمم او يعني تسيرات باشكال مختلفه، مساعدات كبيره من جانب ما ننساش الدور الامني ووزاره الداخليه. النهارده في الانتخابات ظهرت بمظهر مشرف جدا، كان تعاون كبير جدا ما بين المواطن وما بين الجندي المصري في الداخليه اللي هو دوره تامين العمليه الانتخابيه، لكن في نفس الوقت كان في وئام وحب ما بين الطرفين. فالحقيقه زي ما بنقول احنا مش دورنا ان احنا نقول نسب قد ايه والعدد المشاركين قد ايه. طبعا ما ننكرش ابدا دور الهيئه الوطنيه للانتخابات على المر الايام اللي فاتت او صحيح. منذ اطلاق وقت الانتخابات كان لها دور قوي جدا، ان هي على مسافه واحده من جميع المرشحين، ان هي وفرت مقار ولجان انتخابيه لتيسر على جميع المواطنين ان هم يقدروا يدلوا باصواتهم سواء كانوا وافدين او اصحاب المناطق. وفرت كمان وسيله لتسهيل معرفه مكان لجنتك من خلال الموقع الالكتروني للهيئه. الحقيقه تضافرت جهود وكانت ملحمه جميله جدا، مساعده ومعاونه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا طبعا هناك اوراق مخصصه لاختيار المرشح لذوي الهمم او لديهم يعني قدرات خاصه. فالحقيقه لا يعني احنا شفنا النهارده ملحمه جميله جدا من كل الاطراف ادت الى نجاح هذا المشهد. الحقيقه بيترجم وعي المواطن المصري باهميه ان وأهمية المشاركة، وإحنا حقيقة رصدنا يعني حقيقة أن في مشاركة حقيقة من خلال ما نقلناه عبر عدسات النيل الأخبار وغيرها حقيقة من القنوات المختلفة، أنه في مشاركة رغم الحملات اللي بتستهدف مصر بشكل كبير، رغم الحملات اللي بتستهدف تشويه صورة الانتخابات أو أنه يعني النزول أو المشاركة مش مهم. حقيقة الشعب المصري دايما بيجي في اللحظات المهمة والفارقة اللي لازم يسجل فيها صوته ويقول موقفه، حقيقة بينزل وبيكون متواجد رغم زي ما قلنا حملات المليئة بالافتراءات والأكاذيب وحملات التشويه المختلفة والحملات التي تستهدف مصر في المقام الأول بعيدا عن الأشخاص. ده حقيقة، والمشهد بتاع النهاردة خير دليل على ذلك. المشهد النهاردة لخروج المصريين بهذا الزخم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو دليل كبير على أن تم القضاء نهائيا على مشروع الإرهابي أو مشروع التخوين اللي كان موجود في الدولة المصرية. تم القضاء نهائيا على فكرة اللعب بالأفكار المصريين. المصريين أصبح لديهم وعي قوي، أصبحت كل الحملات الزائفة والإعلام المضاد للدولة المصرية ليس لها قيمة. اليوم قتلت هذه كل هذه الحملات وكل هذه وسائل الإعلام. أعتقد هذا المشهد صدر لهم الضربة القاضية لهم بنزول المصريين. المواطن المصري أصبح
أصبح لديه إيمان قوي بقوة الدولة المصرية وبأهمية أن تظل الدولة المصرية ذات ركيزة وذات ثوابت وأن تظل قوية. أصبح المواطن المصري في الأزمة زي ما حضرتك ذكرتي بيصدر القوة الحقيقية داخل المواطن المصري وهي الترابط وهي أن مصر أولا ثم أي شيء بعد ذلك. فالنهاردة المشهد بيقول كده والحقيقة الصورة مشرفة جدا للعالم كله. النهاردة ما حدش يقدر يقول على مصر أي شيء. الانتخابات بتقوم على التعددية والشفافية والديمقراطية. الانتخابات بتتم تحت الإشراف القضائي الكامل. الانتخابات المواطن نازل بنفسه عشان يدلي بصوته وإحنا شفنا أسر كاملة نازلة الانتخابات. فالحقيقة المشهد النهاردة صدر العالم كله عرس انتخابي جميل للدولة المصرية وقوة صحيح. جديدة للدولة المصرية. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. جزيل الشكر. شكرا. على تلبية الدعوة نورتينا وشرفتينا. أشكرك جدا دكتورة غادة. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. وكما ذكرنا أنه بدأ العد التنازلي لغلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية. ومتابعتنا الإخبارية تتواصل دائما مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار. ومصر تنتخب رئيسها.